طبعاً عمل نظام جديد للمساعدات، ولله الحمد إن شاء الله تم ربط أكثر من 4 جهات، وجاري العمل على ربط الجهات الأخرى. أنا أقصد الربط الفوري وليس الربط اللي إحنا الحين قاعد نشتغل اللي قاعد شغالين عليه، اللي هو عن طريق نقل البيانات أو CD. سيكون في قبل نهاية هذا العام نظام المساعدات، نظام آلي متكامل لا نحتاج لأي ورقة، راح يكون كل البيانات واصلة لنا كما حدثت أو في آنيتها، يعني حتى نتأكد من عدم تكرار ما حدث في السابق، أن البيانات تتغير ولا نعرف، وبالتالي تنعكس على مديونيات إلى على الأخوة والخوات. جاري العمل فيه، راح تطلع بعض الخدمات قبل رمضان، لكن يعني يكتمل قبل إن شاء الله الربع الأخير من 2017 إن شاء الله.